السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ انا احمد شيتو، وحشتوني جدا جدا. التيك توك يا جماعة، التيك توك وما ادراك وما التيك توك. التيك توك ده طبعا في الاونة الاخيرة انتشر بشكل رهيب، يعني اسرع من النار في الهشيم زي ما بيقولوا. يمكن حتى عدد المستخدمين اللي وصل له يعني ما اعرفش، بس تقريبا يكون اكتر كمان من اليوتيوب كمان يعني. فبصراحة يعني اكيد طبعا كلكم عارفين ايه هو التيك توك. انا حتى واحد من الناس كنت رافض تماما التواجد على التيك توك، لحد يعني ما في ناس كتير بصراحه يعني الحوا عليا، او يعني نصحوني، مش هقول الحوا عليا، نصحوني ان انا اتواجد على التيك توك والكلام ده كله. وبالفعل يعني انا اقتنعت، لان يعني زي ما في حاجات سلبيه في حاجات ايجابيه برضو. وبالمناسبه يعني دي صوره البروفايل بتاعي، روحوا هناك اعملوا لي كده فولو وروقوا عليا هناك يعني. المهم النهارده ان شاء الله انا جاي اتكلم معاكم عن افضل برنامج تقطع بيه الفيديو. مش تقطعه بقى يا جماعه، نخلي نحول الفيديو من لاندسكيب، تمام، اللي هو بالعرض كده، هنخليه بالطول عشان يتناسب مع التيك توك. الكلام ده مع يعني مع مراعاه ان احنا الكواليتي تبقى عاليه جدا والمساحه الفيديو قليله جدا. بصراحه يا جماعه انبهار، البرنامج ده فظيع فظيع جدا. انا هعرف طبعا اكتر في موضوع الحلقه، واكيد لو مهتم ما تدخلش عليا باللايك، كومنت جميل زي كده، اشترك في القناه لو انت مش مشترك، فعل زر الجرس، ويلا بينا يا شباب. طب يا جماعه رجعنا على طول اهو بعد الانترو، نخش على طول في موضوع الحلقه. اول حاجه هنعملها ايه؟ بصوا يا جماعه، اول حاجه كده في يعني لينك انا هسيب لكم صندوق الوصف، تمام، لينك البرنامج المستخدم في الشرح، يعني هو اسمه فري كروب فيديو، تمام كده. هو ده لينك مضغوط او ملف مضغوط، يعني مساحته بتاع 17 ميجا بايت. هتحمله طبعا، اغلق كلمه داونلود هنا او هنا وهتحمله عادي خالص، تمام. انا طبعا منزله مسبقا، يعني هينزل معاك بالشكل ده كده، هتفك ضغطه عادي خالص، قول له اكسبت هير كده، هيجي معاك بالشكل ده، دبل كليك عليه وتسطبه عادي، وتسطيب مفيش فيه اي حاجه خالص، يعني نيكست 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 زي ايه برنامج يعني، تمام كده. اضغط هنا كده نيكست. طبعا هو جايب لي دي لان انا اصلا ودي مسطبه قبل كده، بس انا بسطبه تاني معاكم يعني. المهم اقول له برده كده نيكست، ماشي، نيكست، انستول، قول له فينيش، تمام كده، تمام. طيب دي يا جماعه شكل الايقونه اهيت اللي اسمها فري كروب فيديو، تمام، ده شكل الايقونه بتاعته. طيب احنا قلنا زي ما قلنا يا جماعه، هو البرنامج ده ميزته ان احنا بنخلي الفيديو بنقص الاطراف بتاعه بقى، نخليه بالطول او الكلام ده كله. مثال مثلا انا كان في فيديو كنت انا عامله بعمل فيه انبوكسنج للايقونات اللي هي بتاعت البلايستيشن وكده يعني، تمام. طبعا الفيديو ده كان لاندسكيب، تمام، كان بالعرض كده يا جماعه. استخدمت البرنامج دوت، تمام، عشان اعمله كله بالطول زي ما احنا شايفينه كده، وارفعه على التيك توك، تمام كده. مثلا كان ده برضك حاجه تانية هي، تمام، برضك ده كان حامل للسماعات وكده، استخدمته برضك عشان ايه؟ ارفعه على التيك توك وكده، تمام. المهم طيب هنيجي دلوقتي مثلا في هنا عندي انا ده فيديو مثلا اهوت، الفيديو ده لو ناخد بالنا هو مثلا اهو بالعرض، يعني في هنا سواد اهو، هنا سواد اهوت، فده كده لو جيت ارفعه على التيك توك مش هيطلع معايا بالطول، مش هياخد الشاشه كلها كده بالطول، تمام. فنعمل ازاي بقى؟ طيب هنيجي لو نفتح البرنامج هنا اهوت، وهنيجي هنا على العلامه الحمراء دي كده، اضغط عليها، تمام، هيقول لك اختار الفيديو اللي انت عايز تشتغل عليه يعني، تمام، هو الفيديو اللي هو ده، تمام كده، هنقول له هنا كده اوبن، تمام. طيب هقف عليه هنا كده، لازم اقف عليه بالماوس، اقف عليه الماوس هنا كده، بعد كده تعالى على الشكل ده كده اللي عليه كلمه كروب ديت، واضغط عليها. يعني ناخد بالنا يا جماعه على الشمال هنا كده، وفي برضك موجود هنا على اليمين هنا اهوت في علامتين كده، لو سحبنا كده، بصوا يا جماعه احنا كده بنحدد اطراف الفيديو، تمام. هيقول له مثلا لحد هنا والله، وهنا مثلا هقول له كمان لحد هنا، تمام. طبعا ممكن اخش اكتر من كده كمان يعني، بس طبعا عايز احدد الفيديو بتاعي بس. ومن تحت برضك على فكره لو انت حابب تقص برضك من تحت ممكن تقص براحتك اهوت، تمام، بس طبعا هنسيبه عادي خالص زي ما هو كده. ومن فوق برضك نفس الكلام، تمام كده، تمام. طب انا كده خلاص حددت الفيديو بتاعي، تعالى كلمه اوكي لتحت دي كده، واضغط هنا اقول له اوكي، تمام. طيب بعد كده تعمل ايه؟ تعالى هنا على كلمه سيتنج ديت، اضغط عليها، دي سيبها زي ما هي دبليو ام في، ما تجيش جنبها. تعالى هنا في البيت ريت ديت ال 1500 دول امسحهم وحط، كبر براحتك يعني، حط مثلا 6000 بقى، 8000، 10000، هنفترض مثلا نحط 8000 مثلا، ده رقم كافي جدا، تمام، وسيب كل حاجه زي ما هي. هنيجي بس هنا على اللي هي دبليو ام اي فورمات دي، اضغط عليها هنا كده، وانزل تحت كده بالبقره، انزل لحد ما تلاقي اللي هي 320 دي يا جماعه، تمام، شايفين دي كده، اضغط عليها، تمام. بعد كده هنا اقول له اوكي، بعد الكلام ده كله اضغط هنا على كلمه رندر. هيجي يقول لك انت عايز تحفظ الفيديو ده فين؟ فهنفترض مثلا على الديسك توب فولدر مثلا اسمه تيك توك اب ده، قول له هنا كده اوكي، بعد كده خلاص هو هيبدا يحول لوحده، تمام. هو المفروض طبعا مش هياخد وقت، او هو بياخد وقت بقى بناء على حجم الفيديو يعني، او مساحه الفيديو، بس عشان الفيديو ما يطولش وكده، فانا هسرع الحته ديت واجي لكم على طول اول ما يخلص.
طيب يا جماعه هنا خلاص اهو زي ما شفنا كده خلاص قال لي فينش خلاص، وناخد بالنا الفايل اللي احنا اشتغلنا عليه طلع قدامنا هنا اهو. ده بس ده الاصلي اهو تمام زي ما احنا شايفين بالعرض اهوت، وده اللي احنا اشتغلنا عليه. بصوا يا جماعه الفرق بقى بالطول هنا اهوت. طبعا تقدر تاخده بقى ترفعه عندك على التيك توك هيبقى شكله جميل جدا واخد الشاشه كلها وكل حاجه. وفي نفس الوقت الكواليتي يا جماعه لو ناخد بالنا الكواليتي بتاعت الفيديو عاليه، يعني الكواليتي عاليه جدا ما مخصناش اي حاجه في الكواليتي ولا حاجه خالص. وكمان المساحه مش كبيره جدا، يعني المساحه هنا طالعه 43 ميجا بايت تمام. هي طبعا مش كبيره خالص، بس بفرض ان انت عايز تضغطها اقل من كده كمان او المساحه دي شايف انها كبيره، انا شايف طبعا هي مناسبه جدا. يعني ممكن تستخدم اي برنامج من البرنامجين دومت اللي هو الفي ال سي او هاند بريك تمام. ممكن تضغط بيهم الفيديو ده وهيحافظ لك برضك على الكواليتي وهيقلل لك المساحه. وطبعا لو عايز تعرف ازاي تستخدمهم هسيبهم لك في الاي، انا كنت عامل بيهم شرح حلقتين، يعني هاند بريك ده وفي ال سي كنت عامل حلقتين بتكلم فيهم ازاي تستخدمهم في ضغط الفيديوهات. هسيب لكم طبعا في صندوق الوصف او ممكن في الاي هنزل لكم حالا دي هتلاقوا فيها اللينكات الفيديوهين دومت يعني. فبس يا جماعه في البرنامج ده بصراحه كان يعني اختراع، انا عجبني جدا جدا البرنامج دوت. شايف ان هو بصراحه ممتاز فوق ما تتخيلوا في موضوع ان انا اعمل كروب للفيديو سواء من الجناب بقى او من فوق او اي كلام ده كله. وبس يا جماعه طبعا لينك البرنامج هسيبكم في صندوق الوصف، ولو حد عنده اي مشكله واجهته يعني ما يترددش ان هو يسيبها لي في الكومنتات. ولو عجبك الفيديو ما تبخلش عليا بلايك، كومنت جميل زي كده يديني دافع معنوي يعني اكمل. ويعني اشترك في القناه لو انت مش مشترك، فعل زر الجرس وخد لك لفه في القناه كده ان شاء الله هتلاقي فيديوهات هتعجبك. وبس كده يا شباب، يلا سلام.